هل يصح أن أقول أستغفر الله عدد حبات الرمل؟ يصح لك، لا ليس هكذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. كان يحسب له في المجلس استغفر الله 70 مرة، يقول ابن عمر رضي الله عنهما، لكن ما كان يقول هذا الكلام. عليك الالتزام بالذكر بالذي ورد، سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه، إن تعرف منك هذه ورد. لكن تقول مثلا لا أنا بقول صلى الله عليه وسلم عدد خلقه ورضا نفسه، إن تعرف، هذا يعني خلاف ما جاء فيه النص. الأصل في الأذكار الإنسان لا يجتهد فيها، وإنما يلتزم بما ذكر، والله أعلم.